كوني ممتنة لما أنت عليه، فوحدك تعلمين كم جعلك الماضي قوية. كوني ممتنة لأنك تغلبت على الكثير من العقبات. لا يهم أين وصلت، ما يهم ماذا قررت أن تكوني. أكثر كرماً، أكثر تسامحاً، أكثر تعاطفاً، جهد زائد، تشتت انتباه، ضيع وقت. حاولت أن تكوني مثالية وأنت في غنى عن ذلك. أدركت أخيراً أن المثالية مملة. تعلمت أن تكوني حاضرة متقبلة. سمعت صوتك الداخلي أخيراً. ما يهم حقاً هو كم عرفت نفسك من خلال كل هذا.